متقدمة في نيل الناموس. الناموس إذن للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين على فوز غالية وتحقيقها لنقطة الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم السبت الموافق للرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2012 للميلاد. مرة أخرى نزف التهنئة للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين وللمضمر عتيق بن قريع المري على تفوق غالية على كل المشاركين وعلى كل المنافسين في انطلاقة الشوط الرئيسي للحيل. تهانينا مرة أخرى، والناموس ها هي غالية تصل إلى خط النهاية بأمان وبسلام. المركز هنا. يا سلام سلهود عبد الهادي بن ناصر بن شايق الشهواني. سلهود في المركز الثالث، يقترب سلهود من الصدارة، ولكن ما زال الكايد ما زال حسن بن حمد النعيمي على المقدمة. الله الكايد، إذن الكايد محمد مع الشوط الرئيسي. حسن بن حمد النعيمي ينتزع الناموس انتزاعا قويا مع الكايد. سلام يا الجفالي، سلام حسن بن حمد النعيمي اذا ينتزع ناموس الشوط الرئيسي للزمول مع الكايد الذي تفوق على الجميع، وبالتالي هو من سيطر على ناموس الشوط الرئيسي. المركز الثاني عودنا على الانطلاق مع راع العوايد، عودنا راع العوايد على الانطلاق في مثل هذه الامتار الحساسة. اذا السلام يتجه مشاهدينا الكرام الى عزبة صالح بن حمد القمرة. تهانينا يا ابو حمد، تهانينا لصالح بن حمد القمرة والعصا قوس. مشكور يا بن جهويل، اشكر مضمر قمة، اشكر مضمر قمة من أوصلها إلى هذه القمة، من وصلها إلى قمة الشوط وإلى قمة الضمر وإلى قمة الفوز. تهانينا لصالح بن حمد القمرة راعي باريس. ينتزع أيضا مشاهدينا الأعزاء ناموس الشوط الثاني للحيل، وبدون أي أوامر أو تعليمات تهانينا والناموس المركز الثاني من وقت. ونحن على مقدمة الشوط، هادي بن محمد الدهن، ولكن السعر شعار بن ديلة يتقدم، بن ديلة وابن الدهن، ومعركة صباحية قوية على مقدمة الشوط. اللحظات الحساسة، اللحظات الحرجة، ما زال مشاهدينا الأعزاء، ما زال الكايد صامد رغم الضغوط التي أراها من المشاركين. وأيضا شعار فاران بن محمد بن قراعي يتقدم مع براق. مشاهدينا الأعزاء، براق ينتزع المركز الثاني، ولكن الكايد وبراق، الكايد وهادي بن محمد الدهن. تهانينا لهادي بن محمد الدهن. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا لأبو محمد على هذا الفوز المستحق. لحظات الوصول تهانينا، والناموس ومع انطلاقة النايلة هذه النايلة. الله عتيق بن حمد بن قريع يعتني في تضميرها، وأيضا يقير عند اللحظات الحاسمة. أيها الإخوة المشاهدون، هذه النايلة مشاهدينا الأفاضل تحتل المقدمة وتفوز معنا بهذا الشوط. نهني مالك النايلة السيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، كما نهني مضمرها عتيق بن حمد بن قريع المري. تستاهل الناموس يا أبو حمد على هذا الأداء الجميل وعلى هذا العرض المميز، لحظة وصولها إلى خط النهاية المركز الثاني. شكرا لراشد بن سيف الخيارين المركز الثالث. سيف ابو سعيد الخيارين مع اندفاعه مولع ومع انطلاقه مولع، السلامات تذهب مباشره ومحمد ظهر مولع للخرسعه وعشاقها ومن يسكنها. ايها الاخوه الكرام، يا سلام الخرسعه ذهبت بالسلامات. مشاهدينا الكرام، نهني فهد بن سيف ابو سعيد الخيارين على فوز مولع وتحقيقه بهذا الناموس بجدارة وباستحقاق. هذه هي مشاهدينا الأفاضل لحظة وصول مولع إلى خط النهاية، معلنا الناموس والفوز والانتصار بهذا الشوط.
تهانينا والناموس لفهد بن سيف أبو سعيد الخيرين المركز الثاني. يصل المفتاح حسن بن راشد النعيمي المركز الثالث الدعية مع عزامة. إذا ثلاثية جميلة، ثلاثية جميلة، ولكن اشتعال 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 بسجلاتها الحافلة تنطلق في هذه اللحظات. يقودها الخبير في إنجازاته المبدع دائما حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري بشعار القمرة. تهانينا من هذه اللحظات أزفها وأنقلها لمالك اشتعال صالح بن حمد القمرة المري. تهانينا والناموس. أهني المتابع والمضمر لاشتعال حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري المركز الثاني. الدوحة حسن بن راشد المقدمة سلمت لشاهين بشعار جار الله بن محمد بن عقيل. والثلاثمائة متر الأخيرة عن خط النهاية انطلق بن عقيل مع شاهين، انطلق شاهين راح لخط النهاية، انطلق في هذه اللحظات. يا سلام بن دجران بياخذ الناموس من كيف بن عقيل، والله العظيم خطير القعود هذا، خطير. شاهين الله عبد الرحمن بن حمد بن دجران راح بالناموس يا بن عقيل، باي باي على الناموس. أهني بن دجران على فوز شاهين بالمركز الأول باللحظات القاتلة لابن عقيل. أهني مالك شاهين عبد الرحمن بن حمد بن دجران على فوز. جواهر خطيرة، جواهر منطلقة، جواهر المندفعة مع المركز الثاني لأحمد بن محمد بن فهد الخاطر. الله يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثالث ضجة غانم بسيف الخيارين، المركز الرابع مياسة سعود عبد الله النعيمي. لكن خلاص يا مشاهدينا الأعزاء أقدم لك أجمل التهاني يا صالح يا بن حمد يا بن قمرة للنقطة الثانية بعد اشتعال. للنقطة الثانية بعد اشتعال سلامي وتحياتي لبن قمرة. هذه لحظات وصول الوطن إلى خط النهاية معلنة نفسها بطلة هذا الشوط ووصولها إلى التتويج وإلى المنصة. ها هي لحظة الوصول. تهانينا لصالح بن حمد بن قمرة المري المركز الثاني في هذه اللحظات. بن منصور بن غانم السيف الخيارين يقدم لنا عواد. يا سلام شباب وشبت نار الزمول يا مشاهدين الكرام. ولع الشوط في هذه اللحظات. عواد وشباب هالي العوين مشاهدين الأعزاء. هنا شباب اللحظة الأخيرة. لمن هذا الفوز؟ لمن هذا الناموس؟ الناموس وين؟ التحدي وين؟ السلام للعوين مع غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. تهانينا لك على هذا الإنجاز. العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري قدم لنا هنالك الصدارة. ولكن يا سلام عادت منحاف، انطلقت منحاف خارج الخمسة المراكز المتقدمة واندفعت إلى المركز الثاني. منحاف والمكسور، المكسور وأيضا الكواري والمكسور. اللحظات الأخيرة، الأمتار الحرجة. يا سلام هملولة ومنحاف، منحاف وهملولة. اتسللت منحاف إلى الصدارة، منحاف وأيضا شعار بن دجران ينطلق مع المركز الثالث. ولكن منحاف هي صاحبة الناموس وصاحبة الكلمة وصاحبة التتويج. نهني ناصر بن سالم بن زيد المكسور المري على حصول منحاف على المركز الأول ثالث مراكز. هنا مزنة غانم بن سيف الخيارين النصرانية وهل الخرسعة والمعركة طاحنة والشوط ولع. ولكن محبوب
محبوبة، يبدو بأن الشوط شوط محبوبة. 300 متر بدون أي تعليمات، العصا قوس وتنطلق. سلامي على محبوبة، سلام على مالك محبوبة، وسلام للنصرانية سلام. إن لم يكن لها الخرسعة كلام آخر. الله خطيرة، الخطيرة مزنة تتحرك لا مزنة، ولكن محبوبة تعيد نفسها مشاهدين الأعزاء، تفرح جماهيرها وتفرح محبين محبوبة وتثبت بأنها الأقوى. إذن الترحيب ما راح خالي بلاش، الترحيب في مكانه. يوم رحبنا بمحبوبة تهانينا، والناموس لمالك محبوبة. مبارك بن سلطان بسند المسيفري على هذا الفوز. وايضا استعدية، استعدية ومزنة، استعدية ومزنة. حوار الابطال، حوار الاقوياء، حوار ما بين مزنة وما بين استعدية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مزنة على المركز الثاني واستعدية على المركز الاول. استعدية بشعار غانم بسيف الخيرين، ومزنة بشعار غانم بمصورة سيف الخيرين. اللحظات الاخيرة، الامتار الحرجة. استعدية مزنة، مزنة استعدية، استعدية مزنة، ولكن الاقرب للناموس، الاقرب للناموس والأظهر في هذا الشوط. إذا مشاهدين الأعزاء، كان الناموس برفقة سعدية على أول المراكز. ولكن يا سلام، المركز الثالث نشبة، نشبة مع المركز الثالث انطلقت على ثالث المراكز، وصلت نشبة. يا نشبتكم من نشبة، غانم بسيف الخيرين مع نشبة مع المركز الثالث. نوف ونشبة وصدمة، صدمة ونوف ونشبة. حوار ثلاثي، ثلاثي مثلث الناموس. نشبة انطلقت إلى الصدارة، نشبة هنالك تتواصل مع الصدارة، تعيد لنا إنجازاتها، انطلاقاتها الجميلة. إذن مشاهدينا مستمعينا الأعزاء، الشوط شوط نشبة، شوط نشبة. سلامي لك يا مالك نشبة غانم بسيف الخيرين على حصول نشبة على المركز الأول.